هنبتدي نشرح برضو على الخريطة زي المرة اللي فاتت. بسرعة كده أفكركم، نفكر مع بعض كده تفكير سريع عن اللي احنا اتكلمنا عنه بقى، عشان انتوا في ناس كتير كانت غايبة الأسبوع اللي فات، كان عندهم امتحانات صح؟ امتحنتوا يعني وخلصتوا؟ تمام؟ أجازة أظن احنا دلوقتي. أمال برضو عددكم قليل ليه كده، في كشين ليه؟ انتوا مش كلكم أجازة دلوقتي؟ في أجازة عامة يعني. المهم طيب احنا هنراجع كده بسرعة نشوف أحداث المسيح. احنا اتكلمنا في الفترة دي كلها عن ايه؟ عن حياة السيد المسيح على الارض صح؟ وقلنا حياة السيد المسيح بتتكز على ايه؟ عايزة بقى اسئلة كده صحصح معايا، بترتكز على ثلاث حاجات حياة السيد المسيح بترتكز عليها. يعني قسموا لي حياة المسيح ثلاث بترتكز على ايه؟ اول حاجة ميلاده وطفولته صح؟ لغاية ما وصل سن 12. بعد كده خدمة السيد المسيح قعدت كم سنة؟ ثلاث سنين وتلت صح؟ طيب بعد كده اخر جزء، وطبعا كل البشائر الاربعه انفردت بيه، هو الجزء بتاع ايه؟ الامه وموته وقيامته. طبعا دلوقتي حكيناها بالتفصيل وهتتحكي بالتفصيل التام، كل حدث وكل خطوه هنمشي فيه مع السيد المسيح. تمام؟ طيب يبقى احنا كده حياه السيد المسيح بترتكز على ثلاث حاجات: ميلاده وطفولته، خدمته وتمت ثلاث سنين وتلت، وموته والامه وقيامته دي لوحدها جزء ثالث. خلاص؟ طيب احنا اخذنا ميلاد السيد المسيح وطفولته، عرفنا ان السيد المسيح له ميلادين مش ميلاد واحد، الميلاد بالجسد والميلاد الازلي منذ البدء اللي قاله على معلمنا يوحنا. بعد كده عرفنا طفولته واخذنا احداثها، وعرفنا ان لغايه سن 12 وصمت الوحي، ما عرفناش حاجه عن السيد المسيح لغايه ما تم سن كام؟ 30 سنه، بدا خدمته من سن 30 سنه، ودوت الخدمه او الميعاد اللي كان متبع فيه مع اي يهودي اللي هو خدمه اللاوي الكاهن بيختار من سن 30 سنه. السيد المسيح لما بدا خدمته بداها 3 سنين، قلت لكم انا في احداث كتيره وانا بحكيها مش مهم قوي قوي هنعرفها، يعني مش هقول لك مثلا امتى السيد المسيح شفى اليد اللي كان الانسان المشلول اللي هي اليد اليابسه، يعني صعب قوي نفتكرها، بس في احداث مهمة لازم تفتكرها في السنة الأولى في خدمة المسيح، السنة الثانية في خدمة المسيح، السنة الثالثة في خدمة المسيح. قلت لكم السنة الأولى في خدمة المسيح دي سنة أولى الآباء سموها إيه؟ ها؟ التعارف بالظبط، الانفتاح أو التعارف. السنة الثانية سموها الانتشار، برافو. أنا عايزة كده حد يجاوب علشان أبتدي أدي أسئلة يعني جوايز يعني، فتفاعلوا معايا. هتقولوا جماعي يبقى خلاص. السنة الثانية الخدمة، السنة الثانية سنة الانتشار أو الخدمة في الجليل، لأن السنة الثانية كان معظمها 99 يعني 90% منها في الجليل، يا دوبك ال 10% أثناء ما بيحضر عيد الفصح ويرجع في اليهودية. السنة الثالثة سموها سنة المقاومة، برافو. طيب السنة الأولى بقى سؤال إيه أهم حدث في عيد الفصح السيد المسيح عمل فيه إيه؟ حق ارفعوا إيديكم بقى. إيه؟ لما طرد السيارفة من الهيكل. وايه تاني لقاء مهم اوعى تفوته؟ قابل رئيس الكهنه اللي كان اسمه نيكوديموس، وعمل معاه تاسيس سر الايه؟ لا مش فاكر. لا تاسيس سر المعموديه. ماشي اكمل لك انا. يبقى تاني اهم حاجه الحدث في خدمه السيد المسيح السنه الاولى لازم نعرفها عيد الفصح الاول، لازم تفتكروا عيد الفصح. اول حاجه سنه اولى، يعني لازم قلنا ان ما نخشش لازم باب الاسرار اللي هو ايه يا جماعه؟ المعموديه. فيبقى تاسيس سر المعموديه، هو عايز ياسس سر المعموديه اللي هو يديهم فكرهم اللي هو كل من يولد من الماء والروح، يعني محدش هيدخل الا من يولد من الماء والروح، محدش هيدخل ملكوت السماوات ان لم يولد من الماء والروح. فده لقائه مع نيكوديموس، ده معلم من رؤساء الكهنه، التقى بالسيد المسيح في عيد الفصح الاول، والسيد المسيح اسس فيه ايه؟ المعموديه، اللي هو وضح لنا ان المعموديه لازم يكون فيها روح قدس. تمام؟ يبقى دوت اللقاء المهم. في لقاء تاني تم في السنه الاولى مهم جدا، وهو راجع من العيد عدى على بلد ما كانش بيعدي عليها وقابل واحده السامريه، برافو عليكم. وقلت لكم افتكروها ان دي احنا مش احد الاسبوع الالام بنقول المراه السامريه وبعد كده بيت حاسده، يبقى المرأة السامرية الأول في السنة الأولى، ده لقاء مهم. السيد المسيح بعد ما خلص عيد الفصح وطرد الصيارفة فعلا في أول عيد وقابل نيكوديموس وهو مروح، كان لابد أن يجتاز إيه؟ السامرة، وقابل المرأة السامرية. ده موقفين محدش ما ينفعش أنت كخادم تنساهم، لده في السنة الأولى في خدمة السيد المسيح.
ماشي. لكن ممكن نفوت شويه لو هنقول المعجزات البسيطه، يعني على اساس ان احنا برضو مش هنفتكر كل حاجه، بس لان احداث السيد المسيح طبعا كبيره، لكن حدث زي ده ما ينفعش يتنسى. يبقى السامريه في السنه الاولى في خدمه السيد المسيح. طب السنه الثانيه في خدمه السيد المسيح، اهم حاجه عملها السيد المسيح في الخدمه الثانيه في السنه الثانيه ايه؟ اولا الانتشار، تمام، وحاجه مهمه قوي، اسس اول صف. انا فاكره قلت لكم حربنا مش مع العالم، احنا حربنا مع ابليس. اي حرب لازم جيش هيكون صف اول وصف ثاني. الصف الاول كونه في السنه الثانيه وهي دعوه التلاميذ، برافو عليكم. في السنه الثانيه مهم جدا ان هو تم دعوه ال 12 تلميذ. بعد بقى ما يدعوا تلاميذهم، انا كده كونت الرجاله بتوعي، مش هديهم بقى تاسيس الدستور الحياه المسيحيه؟ اديها لهم في ايه؟ موعظه على الجبل، برافو عليكم. يبقى الموعظه على الجبل دي في السنه الثانيه من خدمه السيد المسيح مهم جدا اكون عارفه ان هو اسس الاول الصف الاول اللي هم ال 12 تلميذ، بعد كده اداهم دستور الحياه المسيحيه وهو الموعظه على الجبل. يبقى ده مهم جدا في السنه الثانيه مع عمل المعجزات مع الامثال اللي اداها السيد المسيح خلال السنه الثانيه. طبعا عايزه اقول على حاجه، معلمنا يوحنا ركز دايما على خدمه السيد المسيح فين؟ في اقليم يوحنا، ركز على خدمة السيد المسيح في إقليم معين، والباقيين ركزوا على إقليم معين. ها. أيوه ما أنا أيوه فاكرة هي، قولي. هو أورشليم موجودة في إقليم إيه؟ اليهودية. برافو يا كرم، يعني انطقيها وراكي لغاية ما تنطقيها، برافو يا كرم. إقليم اليهودية ده المكان اللي معلمنا يوحنا ركز تعليم السيد المسيح عليه، عشان كده نلاقي كل تعليم يوحنا، انجيل يوحنا كلها تعليم لاهوتيه. ليه؟ لان هو ركز على خدمه السيد المسيح في اقليم اليهوديه اللي في اورشليم. مع كل عيد فصح السيد المسيح كان بيقابل رؤساء الكهنه، كان بيدخل معاهم في مجادله ويكلمهم، حتى في لقائه مع نيقوديموس برضه يوحنا هو الوحيد اللي ذكره. لكن البشاير الثالثه التانيين متى ومرقص ولوقا ركزوا على خدمه السيد المسيح في منطقه الجليل والامم، زي ما هنشوف النهارده. النهارده في السنه الثالثه من خدمه السيد المسيح هيبتدي بقى يودع الجليل. السنة الثالثة بقى اللي هنبتديها النهارده بنعمة ربنا، بنبتديها بتتقسم، الآباء قسموها لثلاث أجزاء. الخدمة الأخيرة في الجليل كأنه خلاص بيودع الجليل، بداية خدمته في الأمم، الأمم اللي هم زي سور وصيدا اللي احنا قلنا فاكرين سور وصيدا فوق في إقليم فينيقيا اللي قلت لكم اللي هي لبنان حاليا، غير بيت صيدا. سور وصيدا مدينة غير بيت صيدا، بيت صيدا دي موجودة على بحيرة الجليل، تمام؟ لما نشغل الخريطة هتشوفوها معانا أكتر. لكن يبقى السيد المسيح في خدمته في السنه الثالثه هيبتدي يقسمها، قلنا اول حاجه الخدمه الاخيره في الجليل، بدايه خدمته مع الامم، وبعد كده الخدمه الاخيره برضه في اليهوديه، هيبتدي ينزل ويخدم شويه في اليهوديه ويبتدي يروح اورشليم ويرجع، وهنشوف بالظبط ماشيين معاه ازاي. النهارده هديكم السنه الثالثه لخدمه السيد المسيح، مش طويله، هنخلصها بسرعه باذن ربنا، ويتبقى لنا كده مرحله اسبوع الالام. اديها لكم بقى كده عشان تخشوا اسبوع الالام مع المسيح، تمشوا معاه بقى في احداثه، نبقى ماشيين كده مع المسيح في احداثه، لسه واخدينها طازه في دماغنا. هديكم كده ورقه جميله برضو تبقى تشتغلوا بيها في اسبوع الالام كتدريب جميل، وتمشوا مع المسيح في اسبوع، يعني احنا سايبينها لكم اخر حاجه باذن ربنا علشان تدخلوا فيها مع اسبوع الالام وانتوا لسه في فكركم حاضر معاه، تمام؟ طيب دلوقتي السنه الخدمه الثالثه هبتدي لغايه برضو ما الخريطه تيجي. أول حاجة في السيد المسيح لما بدأ خدمته في السنة الثالثة، فاكرين في بداية السنة الثانية عمل إيه؟ راح افتقد مدينته اللي اتربى فيها وهي الناصرة، برافو عليكم. بقى السيد المسيح بيعلمنا حاجة حلوة قوي إحنا كخدام، اصبر عن مخدوم شوية. افتقدته معلش سيبه شوية، صلي له وارجع له تاني. فهو ده اللي عمله السيد المسيح مع الناصرة، راح افتقد أهله وناسه أول سنة أو في أول خدمته في السنة الثانية، وصبر شوية عليهم طول السنة التانية، وبدأ السنة التالتة برضو بزيارة تانية إلى مدينة الناصرة. يبقى أول حاجة هو في خدمة السيد المسيح إن هو رفض يسوع من الناصرة للمرة التانية، للأسف راح برضو تاني مدينة الناصرة، وللأسف كان قلبهم غليظ زي ما أنا قلت لكم، كانوا بيحتكروا شوية السيد المسيح نظرا لمكانته الاجتماعية، إن هو النجار، ابن النجار بتاع القرية، فكانوا محتكرينه بالنظرة الاجتماعية دي، فما كانوش مستني، يعني مش عايزين يعني مش ايمان، يعني مش عايزين المعجزه عن ايمان، هم عايزينها برضو، يعني هم عايزينه يعمل معجزات بس عن نظام ان احنا اولى، احنا اهلك واحنا اولى، لكن مش عن ايمان بالسيد المسيح.
وفعلا يرفض تاني السيد المسيح من الناصرة للمرة التانية، وبالتالي بقى بيسيبهم ويبتدي يروح يشتغل مع الناس التانيين اللي ممكن يمشوا معاه، ويبتدي إرسال الاثنى عشر. برضو السيد المسيح بيعلمنا ان احنا كواحد امين خدمة او اب كاهن، هو ينفع يشتغل لوحده؟ لازم يشتغل معاه خدام. طب نشتغل الخدام، يبتدي يرسل الاثنى عشر في مهمة تدريبية وهو اثناء ما هو عايش. يعني هما دلوقتي وهو السيد المسيح لسه موجود وسطهم في السنة الثالثة ودربهم واداهم دستور الحياة المسيحية، ابتدى يقول لهم امشوا روحوا بقى اخدم، يعني روحوا اخدموا. بس ايه وصاهم؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم طريق أمم لا تمضوا ومدينة للسامرية لا تدخلوا. ايه ده يا رب؟ انت ليه؟ قال لهم لسه، اصلهم لسه ما خدوش الروح القدس، لسه ما تملحوش بملح النعمة، لسه عندهم الغيرة زي ما هنشوف كده في يوحنا ويعقوب لما يعدي من السامرة ويرفضوا يقول له نزل نار من السنة واحرقهم، لسه ما تملحوش بملح النعمة اللي هو روح القدس ما حلش عليهم. فخليكم دلوقتي على خراف بيت اليهودية بخراف الضالة، يعني روحوا وادخلوا البيوت اليهودية، ما تدخلوش لبيت سامرة ولا لبيت أمم، عشان عارف ان هما لسه مش هيستحملوا، مش هيستحملوا، هيبقى فيه شوية غيرة يهودية. اليهود كانوا معتزين جدا بديانتهم بيهودتهم وأصلهم، فكانوا ما بيحبوش الأمم. ودي كنتوا شفتوها في يونان النبي برضو لما راح، وهكذا في بطرس حتى لما راح وافتقد الأمم، وبرضو التلاميذ قالوا له ازاي تخش بيت أمم، يعني في اللي هو في كرنيليوس في أعمال الرسل، وقال لهم ده لولا الحلم وأنا رحت والروح القدس حل، وأنا هقدر أمنع ربنا؟ يعني قصدي إن اليهود دايما عشان تغير معتقداتهم لازم واحدة واحدة. فكان لسه التلاميذ دولت كانوا يهود صح؟ فقال لهم ما تدخلوش بقى ولا أمم ولا بيت للسامرين، استمروا ادخلوا بس اتدربوا معايا الأول، اتدربوا. فبعت الاثنى عشر في الأماكن اللي حواليه عشان يبتدوا يرسلوا ويبشروا عن ملكوت إيه؟ عن ملكوت ربنا. بقى يبقى دوت في إيه؟ إرسال الاثنى عشر. بعد كده يجي نوصل هنا بقى ونسمع عن هيرودس. خلي بالكم أنا قلت لكم في نهاية السنة الأولى وبداية السنة الثانية سمعنا إنه هيرودس عمل إيه؟ اتسجن. صح؟ ما سمعناش انه اتقتل لسه. هيرودس اتسجن في قلعه اسمها قلعه ماكروس، ولما اتسجن في نهايه السنه الاولى من خدمه السيد المسيح، السيد المسيح اتنقل للجليل وخدم في الجليل السنه الثانيه كلها. نسمع هنا مع بدايه السنه الثالثه لخدمه السيد المسيح ان هيرودس بقى، نيجي هنا نسمع ونعرف خبر قتل يوحنا المعمدان، ان هيرودس بدا يقلق ويفتكر ان المسيح هو يوحنا المعمدان اللي قتله. يبقى هنا في السنة الثالثة في بدايتها نسمع ان يوحنا المعمدان تم ايه؟ تم قتله. يبقى قعد سنة تقريبا، قعد سنة كاملة فين؟ في السجن في قلعة ماكروس. سؤال هيرودس عن يسوع واستشهاد يوحنا المعمدان. بدأ هيرودس يسأل هو مين ده؟ بدأ طبعا أعمال السيد المسيح توصل له، فبيقول هو يكون هيرودس أمن الأموات، يكون قصدي يوحنا المعمدان أمن الأموات؟ ليه دايما الخطية بتقلق الخاطي؟ الانسان الخاطي اللي بيبقى عامل عامله بيبقى في ايه؟ بيبقى متوتر وقلقان، فكان قلقان وكان بيسال السيد المسيح دوت هو ولا لا. فيقوم السيد المسيح لما يلاقي توتر، دايما نقول بحكمته يعمل ايه؟ يترك المكان وينتقل. الذكي يرى الشر فيتوارى، الحمقى يعبرون فيعاقبون. ايه كده جميله في سفر الامثال، في سفر الامثال. الذكي يرى الشر فيتوارى، الحمقى يعبرون فيعاقبون. ليه؟ من الحكمة ان السيد المسيح مش عايز توتر دلوقتي، لسه وقته لم يحن بعد. فيجي السيد المسيح يبتدي يتنقل ويروح فين؟ ويبتدي السيد المسيح يتنقل ويقول كده وذهب الى العبر. اما نقول في الكتاب المقدس وذهب الى العبر، يعني عبر بحر الجليل، يعني عارفين بحيرة طبرية او هي بحيرة جيناسارت، احنا قلنا لها ثلاث اسماء. يبتدي يعبر بحر الجليل ويروح عند مدينة بيت صيدا، ويبقى في مدينة بيت صيدا ونسمع عن معجزة ايه؟ إشباع الجموع، اللي هي إطعام يسوع للخمسة آلاف. أهم حاجة تظهر بس، مش مهم، مش إطعام يسوع للخمسة آلاف. والمعجزة الوحيدة دي يا جماعة التي ذكرت في الأربع أناجيل. يبقى لما جه أسألك سؤال وإيه المعجزة الوحيدة اللي اتذكرت في الأربع أناجيل، هي معجزة صحصحوا ايه مالكوا؟ ايه المعجزه الوحيده اللي ذكرت في الاربع اناجيل؟ اشباع الجموع. ايوه كده، ردوا معايا، اتفاعلوا معايا عشان ما تناموش، انا مش جايه ان مش بنحق، انتوا اتفاعلوا معايا اتكلموا، ولو عن حد عنده سؤال يسال يا ريت. تمام، يبقى معجزه اشباع الجموع. تعالوا اهو بصوا من الاول، ادي كده احنا في السنه الثالثه، رفض يسوع من الناصره للمره الثانيه. اهو السيد المسيح اتحرك من كفر نحوم، راح الناصره يفتقدها مره ثانيه، موجوده على السبوره وهي شباب، خليكم معايا. رفض يسوع من الناصرة للمرة الثانية. تعالوا نبص تاني،
طيب راح فين تاني؟ يرجع السيد المسيح في الجليل اهو، طالما ما ذكرش اسم المدينه او المكان يبقى في احدى قرى الجليل. خلي بالكم السيد المسيح في الموضوع دوت كان يطوف بقرى، يعني كان يطوف يصنع خيرا. يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشاره الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فهو السيد المسيح كان بيتجول في الجليل، ما في اماكن ما اتذكرتش. فطالما قال الجليل احنا ما نعرفش فين، ممكن يكون في قريه او في حته خلا. المهم بدا يرسل الاثنى عشر. بعد كده اهو زي ما قلت لكم جاله سؤال هيرودس عن يسوع ومعه ذكر حادثه يوحنا المعمدان واستشهاده. نسمع دلوقتي في اول السنه الثالثه ان يوحنا المعمدان تم استشهاده. ويوحنا المعمدان بصوا السهم كان موجود هنا في قلعه ماكروس هنا قدام البحر الميت، شايفينها؟ انا مشاوره عليها اهو. كان هنا قدام البحر الميت في بيريا، كان مسجون هنا. سمعوا ان هيرودس خلاص ايه قتله، كان بيبحث بيقول هو المسيح هو ولا لا. طبعا الاثنى عشر، عودة الاثنى عشر يعني الاثنى عشر رجعوا له، واطعام يسوع للخمسة الاف. اطعام يسوع في الخمسة الاف فيها هو عدى من كفر نحوم لبيت صيدا، بس معلش هم هنا ما عملوهاش ما كتبوهاش، بس انا بقول لكم هو عبر من كفر نحوم الى بيت صيدا، وهناك بقى في بيت صيدا حصل اطعام الخمسة الاف. خلاص قلنا دي المعجزة الوحيدة لانها بتبين ان بركة الحياة مع المسيح، ان انت امشي مع المسيح وخلاص حياتك ما تقلقش على احتياجاتك المادية، ما تقلقش ربنا هيدبرها. كخادم ادخل واخدم مع وربنا هيدبر لك وهينجحك في الشغل وما تقلقش، هي يعني ممكن يظبط لك الشغل علشان خاطر خدمتك، بس انت انوي وادخل. هكذا الكاهن لما يخدم ويترك كل شيء ويتبع المسيح، ربنا بيبارك في خدمته وبيبارك في احتياجاته الماديه، فما تقلقش على احتياجاتك الماديه. عشان كده معجزه الاشباع الجموع الاربع اناجيل اهتموا ان هم يذكروها. خلاص بعد معجزة إشباع الجموع السيد المسيح بيرجع تاني على البحيرة ويمشي بقى يسوع يمشي على الماء. الجزء دوت السيد المسيح نزل التلاميذ وقال لهم اسبقوني. خلاص ليه؟ لأن كان أياميها من كتر ما الناس شبعوا وأكلوا كان المعجزة طبعا كبيرة، كانوا عايزين يملكوا السيد المسيح، فكان السيد المسيح عايز يمشيهم. لسه أنا مش عايز أنا مش ملك مادي، مش ملك أرضي، أنا مش ملك أرضي. أنتوا باصين لي برضه لسه كملك أرضي عشان أنتوا أكلتوا وشبعتوا. وهنشوف دلوقتي السيد المسيح هيقول لهم إيه. بعد كده السيد المسيح يبتدي معجزه اللي هو يمشي على الماء جالهم في الهزيع الرابع، ولما بطرس قال له امشي على الميه ومسك ايديه، تمام؟ ويبقى كده بحيره الجليل او بحر طبريه ده تبارك بان السيد المسيح يمشي عليه. بعد كده الدخول الانتصاري الى جيناسارت. جيناسارت دي لو تفتكروا انا قلت لكم دي جزء كده هنا عند كفر نحوم هنا اسمها في ارض اسمها جيناسارت، وسميت البحيره نسبه ليها. جيناسارت يبقى بحيرة الجليل أو بحر الجليل تسمى بحيرة جيناسارت أو بحيرة طبرية. المنطقة دي فين في الجليل؟ اللي جيناسارت موجودة هنا بالظبط كده، موجودة عند الجزء ده. هو هنا السهم قالك إن هو عبر، لا هو كان في بيت صيدا، معلش الحتة دي غلط، وعبر بعد كده وجه الناحية دي، يعني تحت طبرية كده بالظبط. جيناسارت الجزء ده تحت طبرية، تمام؟ فالسيد المسيح دخل الى جيناسارت وهناك عمل معجزات برضه لان الناس استقبلته. وعايز اقول لكم ده كله السيد المسيح خدمه متواصله. عارفين يعني ايه خدمه متواصله؟ يعني هو الجزء ده كده انا عايزه اشيله، استنى اروح اشرحه من غير ما يظهر، برضه ظهرت، عايزه بس مش عايزاها تظهر دلوقتي. ماشي ظهرت بعيده اهي. بص السيد المسيح اتنقل هنا من كفر نحوم وراح بيت صيدا، عمل معجزة إشباع الجموع، صرف التلاميذ ويمشوا هنا يطلعوا هنا رايحين بحيرة جيناسارت اللي هو عند منطقة جيناسارت هنا. السيد المسيح قابلهم منتصف الليل، خدمة متواصلة، مفيش نوم مفيش راحة، وصل لهم بالليل. وصلوا هنا لقوا جموع منتظرينهم، وصل لهم الكلام ان المسيح اشبع الجموع معجزه، فلقى هنا جموع منتظرينهم والناس كتير عايزين معجزات، وفضل السيد المسيح معاهم وعمل معجزات وشفى ناس كتير. يبقى خدمه متواصله، انتوا فاهمين؟ مفيش ليس له اين يسند راسه، والتلاميذ ماشيين وراه. انا بوريكم انه في ثلاث سنين كانت خدمه جباره، ليس له اين يسند راسه، متواصل، احيانا بيطبق النهار مع الليل. بعد كده نرجع تاني، ارجع بقى خطوه معلش. بعد ما خلص السيد المسيح المعجزه دي الدخول الانتصاري الى جيناسارت احنا وقفنا عنها، بعديها يجي الوقت ايه؟ وقت الفصح الثالث. طب السيد المسيح كيهودي ملتزم متعودين كل فصح يعمل ايه؟
ايه؟ يروح اورشليم. برافو عليكم، عشان لازم يحضر العيد في الهيكل. طب العيد ده بقى الوحيد بقى في الفصح الثالث في السنه الثالثه من خدمه السيد المسيح، احنا قلنا انها سنه المقاومه. طب ليه سميناها المقاومه؟ لان اليهود قلت لكم بداوا ايه؟ يتربصوا ويتصيدوا للسيد المسيح، عايزين يوقعوه في اي حاجه. هنا بقى في الفصح الثالث لم يذكر الكتاب المقدس، انا ما اقدرش اقول غير كده، لم يذكر الكتاب المقدس ان السيد المسيح راح حضر العيد في اورشليم. امال اكتفى بايه؟ اكتفى ان هو يلقي، تعالوا بصوا ايه اللي حصل، خطاب يسوع عن خبز الحياه في وقت الفصح الثالث. يبقى السيد المسيح راح كفر نحوم، ما اتنقلش وما راحش اورشليم كعاده اليهود وما حضرش العيد. طب ليه يا رب؟ ده انت متعود على طول انت بتحضر العيد. معلمنا يوحنا يرد علينا الاجابه في انجيله في اصحاح 7 اول ايه، يقول لك ايه؟ وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لانه لم يرد ان يتردد في اليهوديه. ليه يا رب؟ لان اليهود كانوا يطلبوا ان يقتلوه. بابا يسوع لسه وراه حاجات تانية لسه ما عملهاش، لسه الخدمة ما كملتش. امتى هو؟ هو اللي هيسلم نفسه في الوقت، قلنا الفصح الرابع كان فصحنا. فعيد الفصح الثالث لو كان نزل اليهودية كانوا ممكن يقبضوا عليه. فبحكمة ربنا ان هو قال لا، مش هنزل العيد الفصح الثالث ده، في الكتاب المقدس ما لم يذكر ان هو نزل، وقضى العيد في كفر نحوم واداهم خطاب خبز الحياة. خطاب خبز الحياة ده بقى خلى بعض الناس الذين كانوا يتبعوه تركوه مشيوا. ليه بقى؟ قال لهم انا خبز الحياه، من ياكل. بدا بقى ياكد على خبز الحياه، ان انا الفصح، انا هبقى الفصح بتاعكم، ومش هبقى الفصح بتاعكم بس، لا ده هبقى انا الفصح بتاعكم عن طريق خبز وخمر. طبعا في كتير ما فهموهوش، وفي ناس استصعبوه، احنا ازاي هناكلك؟ واخدين بالكم؟ فبعض التلاميذ من اللي كانوا بيتبعوه، اكيد مش من تلاميذه طبعا ال 12، لكن السيد المسيح خلي بالكم لسه ما اسسش الصف الثاني. يعني فاكرين احنا قلنا هنأسس الصفين اللي هم التلاميذ 12 تلميذ، والصف الثاني اللي هم 70 رسول، لسه ما اسسهمش، فكان بيختار منهم. ففي بعض الناس اعصروا في المسيح وما سمعوا وما صدقوش ايه اللي هناكل، ازاي هناكله، فتركوه ومضوا. حتى هو قال لتلاميذه بقى ساعتها وبص لهم قال لهم وانتوا ايه رايكم؟ راح جاي بطرس رد وقال له ايه؟ الى اين نذهب وكلام الحياه عندك؟ يعني ياكد على ان احنا مش هنسيبك يا رب، احنا مصدقين كل اللي بتقوله، احنا مامنين بيه. فكان بياكد برضه بيختبر ايمان التلاميذ. خلوا بالكم، بصوا كل دوت بينمو في معرفه السيد المسيح. بصوا بقى نهايه النمو في المعرفه هتحصل ايه؟ انا ماشيين مع المسيح، التلاميذ كل ماده ايمانهم بيزيد، زي ما انتوا كده في الاعداد الخدام، كل ماده بتنمو في معرفه المسيح. عشان انت لما تنمو في معرفه المسيح وتدوق حلاوته تقدر تجيب غيرك ليه، صح ولا لا؟ اصل ما ينفعش انت لو ما دقتش حلاوه المسيح كخادم هتجيب غيرك ازاي من المخدومين. انت لازم تنمو في معرفه المسيح وتدوق حلاوه المسيح فتقدر تجيب غيرك من المخدومين. فهكذا السيد المسيح مع تلاميذه، يبقى خطاب خبز الحياه. السيد المسيح بعدها يبتدي يقول كده، بدا بقى كذا حدث يحصل في كفر نحوم. اول حاجه توبيخ الفريسيين على تقاليدهم. السيد المسيح كان طيب دايما، وما كانش بيرد وما كانش بيتكلم، بس كان برضه ما بيسكت، يعني مش هيسكت للخاطي اللي بيبكته. للاسف هنا الفريسيين قبل كده السيد المسيح وبخهم لما قالوا له ان انت بعلزبور تخرج الشياطين. المره دي بقى وبخهم على تقاليدهم، على تفسيرهم الخاطئ للوصايا. يعني مثلا الفريسيين دوت من حبهم للمال يا اولاد كانوا بيفسروا الوصيه غلط. يعني الوصيه تقول اكرم اباك وامك، يقوم هم يقولوا لا، لو انت ليك يعني لو انت ندرت ندر او ليك ندر في الهيكل روح اندره ووفيه، مش مهم تاكل ابوك وامك. طبعا هما من عشان محبتهم للمال عايزين يجيبوا المال للايه؟ للهيكل يعني، فهات الفلوس للهيكل، لكن مش مهم ابوك وامك تاكلهم، ده حلال. طبعا مش غلط، لا دي وصيه. اكرم اباك وامك، يعني انت لو المفروض انسان غني المفروض تاخد بالك من امك وابوك او من الارامل اللي في بيتك. فازاي تندر وتروح تودي الهيكل وانت في بيتك ما انتش مكفيهم؟ ما ينفعش. فهمني؟ فهم كانوا بيفسروا الوصايا غلط ويدوها للناس كتقليد. فطبعا يعني ولا هم كانوا بيدخلوا الملكوت ولا بيدعوا الاخرين يدخلوا ايه الملكوت، كانوا بيفسروا لهم الكلام غلط. فهنا السيد المسيح ما يسكتش، يوبخهم على تعليمهم الخاطئ، وهو ده اللي بتعمله كنيستنا. لما واحد معلم او مهرطق يقف ويعلم غلط ما ينفعش نسيبه، ما هو انت هتغلط وهتغلط معاك ناس كتير، فما ينفعش ايه برضه يتم توبيخه. بعد كده السيد المسيح بقى يبتدي بدايه خدمته في الامم.
ونلاقي معظم البدايه اللي احنا هنزور اللي هنتكلم عنها دي ان في انجيل لوقا. ليه؟ لان معلمنا لوقا هو عشان كاتب انجيله لكل العالم وبالذات اليونانيين، فكان عايز يقولهم ان المسيح ما جاش بس لليهود، هو كان جاي لليخرفوا الضاله بس هم رفضوه، فعشان كده بدا السيد المسيح برضه يروح لايه؟ للامم ويفتقدهم، زي ما افتقد السامريه كده هيبتدي يشوف المشوار اللي راحه. بصوا المشوار قد ايه؟ مشي من كفر نحوم الى صيدا فوق، بقى سور وصيدا، سور وصيدا فوق اهي في اقليم فينيقيا اللي هي لبنان حاليا، وشفاء ابنه المراه الكنعانيه، ومقابله طبعا جميله مع المراه الكنعانيه، يمكن تكون من المقابلات الرائعه اللي فيها يعني اختبر ايمانها وبكتها وبعد كده مدحها، مدح ايمانها. لكن طبعا مش من عاده السيد المسيح انه يتقابل مع حد وحش او ان هو يتكلم معاه، بل بالعكس انتوا لو عملتوا مقارنه مع المراه السامريه هتشوفوا قد ايه كان لطيف جدا مع المراه السامريه، وفي نفس الوقت مع المراه الكنعانيه عنفها وقال لها الكلاب ومش الكلاب، يعني حاجه صعبه، دي مش طريقه المسيح، بس هو كان بيختبر ايمانها. ليه؟ لانها كانت جايه طالبه معجزه، وشرط حدوث المعجزه ايه؟ الايمان. شرط حدوث المعجزة الإيمان، مفيش معجزة بدون إيمان، فكان بيختبر إيمانها وعشان يمدح إيمانها ويبكت اليهود اللي حواليها، لأن برضو اليهود كانوا مستغربين أنت هتعمل لها معجزة، ده إيمانها أقوى من إيمانكم، ده استحملت كلام قاسي مني، مع إن مش ده مش من عادة قلنا السيد المسيح. بعد كده شفاء ابنة المرأة الكنعانية، شفاء الأصم والأعقد. بصوا هيرجع، بصوا 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 الخدمة الجبارة، اتنقل من سور وصيدا، كل ده انتوا ما بتحسوش بيه، يقول لك ايه؟ وذهب الى سور وصيدا ثم ذهب الى المدن العشر مثلا عشان يشفي الاصم والاعقد. احنا مش حاسين باللي السيد المسيح مشاه، خطوات جباره انا بس بنشوفها على الخريطه اهي، مسافه كبيره بتقعد بالكذا يوم، زي ما انا قلت لكم، او برضو بشوفه من سور وصيدا الى المدن العشر تحت، مسافه كبيره لا تقل برضو عن 3 4 ايام مشي. كان بيبيت فين؟ ليس له اين يسند راسه، انا مش عارفه. بعد كده شفاء الاصم والاعقد، وهو بالقرب من بحر الجليل عند المدن العشر. بعد كده يعمل معجزه اطعام ال 4000، يعني لسه كانت معجزه ال 5000، ومع ذلك برضه تلاميذه يشكوا ويقولوا له يا رب مشيهم، ده انتوا لسه مختمرين ال 5000، بس معلش ربنا كان بيقوي برضه ايمانهم ومعجزه ال 4000 واطعامهم. بعد كده السيد المسيح يرجع تاني، بصوا الخدمه الجباره، برضه بالقرب من مجدلة، مجدلة دي اللي هي منها مريم المجدلية، كانت من منطقة الجليل. هنا الفريسيون والصديقون يطلبون آية للمرة الثانية، وبرضه السيد المسيح يرفض يديهم آية، مع إنه بيعمل معجزات كتيرة وبيعمل وهم شايفين، بس هم برضه مش عن إيمان طالبين من السيد المسيح. وعشان كده السيد المسيح بيبقى عارف، زي ما أنا قلت لكم، بيبقى عارف الإنسان اللي بيتكلمه ده بيتكلم هو فاهم إيه، عشان يعني انتوا طالبين عشان تتصيدوا له اخطاء، يتصيدوا له اي شيء، وزي ما هنشوف دلوقتي هيعملوا معاه ايه. بعد كده المسيح يحذر التلاميذ من خمير الفريسيين، يعني بيقول لهم بلاش رياء الفريسيين، خمير الفريسيين هو ريائهم اللي هم يظهروا، يعني رياء ان هم يمجدوا الناس الاغنياء وعلى حساب الفقراء، رياء يعني عدم اظهار الحقيقه الداخليه بتاعتهم. بعد كده السيد المسيح يتنقل تاني لبيت صيدا ويحصل شفاء الاعمى. هناك شفاء الاعمى ده اللي بيتم على مرحلتين، لسه مش المولود اعمى، لسه لغايه دلوقتي ما جيناش معجزه المولود اعمى، ده الاعمى اللي بيتم على مرحلتين، اللي هو بيشوف الاول ظلال وبعد كده بيقول له اغسل عينيك تاني، اللي هو النمو التدريجي، يعني بيقول لك يعني بيديها مثل ده النمو التدريجي في معرفتك بالسيد المسيح. بعد كده بقى يبتدي السيد المسيح، مش هو خلاص اختبر ايمانهم وبطرس رد عليه وقال له ايه؟ الى اين نذهب وكلام الحياه عندك؟ يعني انتم متمسكين بيا؟ طب في ناس بقى هكافئها، اديها مكافاه جميله. ايه المكافاه الجميله؟ التجلي. التجلي وحصل فين؟ في اقليم قيصريه فيلبس اهو فوق، واقرار بطرس واعترافه بالمسيح، لا سوري ده مش التجلي، ده اعتراف بطرس بالمسيح، لسه التجلي بعدها. برضه بيختبر بطرس لتاني مره. السيد المسيح برضه هناك لما بيقول لهم من يقول الناس عني؟ فمهم جدا السيد المسيح يعرف الناس بتقول عنه ايه، وهو ده اللي عشان كده من اجل هذه الكلمه عملنا المجامع، الناس بتقول ايه، يعني واحد زي اريوس لما يتكلم عن المسيح غلط نقول معلش نسامحه ده خاطي، ما هو ماذا يقول الناس عني، لازم اوصل لهم الايمان سليم. لو احنا كنا سيبنا اريوس وما عقبناهوش كان ايه؟ كان العالم بقى اصبح اريوسي كله، لولا اثناسيوس الرسول كان العالم ايه؟ بقى اصبح اريوسيا. فيبقى لازم نعاقب الانسان المهرطق، بنقول له الاول غير كلامك ده مش صح، لو ما سمعش الكلام يبقى لازم ايه؟ نعزله.
فهو نفس الحكاية. السؤال هنا السيد المسيح بيقول لهم ماذا يقول الناس عني، فهنا بطرس بيأكد على ألوهية السيد المسيح. يبتدي بقى السيد المسيح بعدها بروح تانية يبتدي يتقابل مع تلاميذه، والأول مرة ينبئ بموته وقيامته من الأموات. السيد المسيح يبتدي في المرحلة الجاية دي بعد عيد الفصح، خلوا بالكم عيد الفصح حصل، يعني احنا بنتكلم دلوقتي من شهر 4 لشهر 12 لشهر 10، خلي بالكم لسه ما جيناش 10، عشان 10 هيحصل حاجة. احنا دلوقتي مثلا في شهر 6 7 مثلا، فخلي بالكم ده الستة السبعة الأخيرة في السنة الثالثة. فيبتدي السيد المسيح يمهد لتلاميذه، كان دايما ياخدهم ويختلي بهم، ما يقول لهمش قدام حد، وما يكلمهمش عن أسرار الملكوت لو هم لوحدهم. واحيانا السيد المسيح هو بيكلمهم يقول لهم ايه، هيا بنا من ها هنا، في الانجيل بتاع الساعه الثالثه يقول لهم ايه، هيا من ها هنا، يعني نمشي من هنا. بيبقى السيد المسيح شايف ان ما ينفعش اتكلم اكتر من كده هنا، شايف حاجات احنا مش شايفينها، صح ولا لا؟ فما ينفعش يتكلم. كان بيقول الكلام مع تلاميذه بس، مع خاصته بس. فبدا ينبئهم ان انا هيموت وان انا هقوم، بس هم للاسف ما كانوش مدركين، ما حطهاش في دماغهم، هم معانا السيد وفرحانين معانا المسيح، فما حطوهاش في دماغهم. وهنا يقول لك للمره الاولى، يعني هتحصل ثلاث مرات، ثلاث مرات المسيح بينبههم وبيقول لهم على اللي هيحصل له وهم مش مدركين. بعد كده السيد المسيح بقى اقليم قيصريه فيلبس والدجله. السيد المسيح بقى عشان يكافئ بقى تلاميذه الحلوين اللي حاسس ان هو مامنين بيه، عمل ايه؟ اخدهم وولاهم جزء صغير من مجده. تعالى بقى يا بطرس، تعالى يا يوحنا، تعالى يا يعقوب. واحد الاباء قال تفسير جميل كده الثلاثه عشان نربطهم مع بعض، بطرس الايمان، صح؟ هو الصخره الايمان. طب يوحنا كان دايما بيتكلم عن المحبه، عن المحبه العمليه، وكل رسائله الثلاثه عن المحبه. فلازم ليك انت كخادم عشان المسيح يتجلى ليك زي بطرس يكون عندك ايمان ومحبه. ويعقوب مشهوره قوي رساله يعقوب بالجهاد، ان بدون الاعمال ميت بدون جهاد، ان الايمان ميت بدون اعمال، الايمان ميت بدون اعمال، فلازم جهاد. يبقى لازم عشان تتجلى ليك المسيح وتشوفه يبقى عندك ايمان وجهاد ومحبه، والمحبه نوع من انواع الجهاد، خلي بالكم ان انت تحب عدوك وان انت تحب اللي بيكرهك بنوع من انواع الجهاد، تغصب في الاول وبعدين تعود وبعدين تعزيه. فيبقى كل ده امتى؟ لما تعمل الثلاث حاجات دي زي بطرس ويوحنا ويعقوب، هيتجلى ليك المسيح ويوريك جزء من مجده. بعد تجلي السيد المسيح في اقليم قيصريه فيلبس وهو نازل من الجبل، جبل التجلي، يبتدي يسالوه يقولوا له طب يا رب مش قلنا ان المفروض ايليا يجي الاول؟ مش الانبياء كانوا بيقولوا ان ايليا هيجوا قبل المسيح؟ قال لهم بهو جه، بس بروح مين؟ انتوا اللي انتوا شايفينه اللي جه في الاول ده مين؟ المعمدان، جه بروح ايليا. المعمدان كان راجل حقاني ووقف قدام الملك زي ما ايليا زمان وقف قدام الملك اخاب. فيوحنا المعمدان جه بروح ايليا. يبقى اذا التنبؤات اما بتحصل مش بتحصل بالظبط، يعني هو التنبؤ انت ايه مش فاهماه؟ اساليني، مش فاهمه ايه؟ في نبوءه في العهد القديم بتقول ان المسيح قبل ما يجي، المسيح قبل ما يجي لازم ايليا ينزل الاول. فهو قال لهم انا، ما هو المسيح جه، هو السيد المسيح ما جه الاول، فجه مين اللي جه قبله؟ يوحنا المعمدان، هو جه بروح ايليا، لان يوحنا المعمدان كان انسان ناري وبيقول كلمه الحق. ايليا لو رجعنا لقصته كان انسان ناري وبيقول كلمه الحق، وقف قدام الملك اخاب والملكه ايزابيل، نفس الحكايه يوحنا المعمدان، وقف قدام الملك هيرودس وقال له لا يحق لك ان تاخذ امراه اخيك، فكان انسان حقاني وبرضه انسان يعني مش هيخاف من الملك. فبيقول لهم، كان المسيح بقى بيأكد لهم النبوة دي تمت، ان يوحنا المعمدان جه بروح ايه؟ ايليا النبي. يعني النبوات لما بتتم ساعات مش بتتم، بيبقى لها معنى، مش بتتم بنفس الكلام زي ما بنقول كده في انجيل رؤيا يوحنا، قصدي مش انجيل، رؤيا يوحنا، في الرؤيا دي كلها رموز، حاجات هتتم برموز، مش احيانا ما يقولوا المرأة متسربلة مش معنى كده ان المرأة هتيجي، والمرأة الزانية مش معنى كده انها مرأة، دي خطية أو ده شعب أو أي حاجة تانية، فهمتوا؟ الحاجة مش بتتم حرفيا. بعد كده التجلي، بعد كده يسوع قلنا قال وضح لهم على يوحنا المعمدان جه ازاي، شفاء غلام به روح نجس. السيد المسيح طول ما هو ماشي بيعمل قلنا ايه، معجزات. بعد كده المسيح هو يخبر بموته للمرة التانية، برضو يختلي مع تلاميذه ويخبرهم بالمرة للمرة التانية. كل ده فين؟ في أثنائهم انتقالهم في الجليل. يبقى ده كله في الخدمة الأخيرة، يعني راح الأمم ويرجع تاني للجليل، بيفنش خدمته في الجليل، خلاص؟
بعد كده يجي السيد المسيح ايه يقول نسمع ان هو يدفع الضريبه الهيكل، اللي هي القصه لما قال بطرس روح اصطاد سمكه، والهيكل هنا دفع ضريبه الهيكل غير الجزيه. الجزيه دي هتتسال له في يوم ثلاث البسخه. لكن امال ايه، امال ايه ضريبه الهيكل؟ ضريبه الهيكل دي زي كده ما نقول لكم زي العشور اللي احنا بنقول دي ضريبه كانوا بيدفعوها للهيكل عشان الكهنه يشتروا مستلزمات الهيكل، فدي ضريبه خاصه لليهود. فكانوا بيختبروا المسيح هتدفع بقى الضريبه ولا هتعفي نفسك منها. فقال لهم قال له عشان ما نعصرهمش ادفع روح اصطاد. يا لما طلب منه السيد المسيح انه يصطاد راح اصطاد، والسمكه اللي طلعت دفع عنه وعن ايه؟ وعن السيد المسيح بطرس وعن السيد المسيح. فدي ضريبه للهيكل غير الجزيه. الجزيه دي بتبقى من الحاكم للمحكوم، بتبقى من الرومان لما يبقى كده يعني حد غريب حاكمك، زي كان زمان المسيحيين يدفعوا جزيه للحكام المسلمين برضو في الزمان اللي في العصور الماضيه. فالجزيه دي بتبقى من الحاكم نتيجه بقى انا بحرسك، دي جزيه غير الضريبه بتاعه الهيكل. فيبقى دفع الضريبه دي كان خاصه بالهيكل. بعد كده تعليم يسوع للتلاميذ عن التواضع والمسامحه ومثل العبد الذي يفقر. السيد المسيح ما زال هو طول ما هو ماشي بيعلم تلاميذه، هو حاسس خلاص ان هو الايام قربت فبيعلم تلاميذه. ويبتدي بقى نقول كده الانتقال النهائي للسيد المسيح من الجليل النهائي، يعني مش راجع الجليل تاني. امتى ده بقى؟ جينا شهر 10. في شهر 10 في عندهم زي برضو يا اولاد عندهم فريضه ان هم يحجوا في عيد الفصح، برضو في اعياد تانيه بيحضروها. كان في شهر 10 عيد اسمه عيد المظال. عيد المظال عند اليهود ده عيد كان زمان ايام موسى النبي عشان يفتكروا اما كانوا بيخيموا كده وهم هربانين من مصر في بريه سينا، فكانوا يطلعوا على اسطح البيوت ويعملوا خيمه ويقعدوا في خيمه، ده عشان كان سمينه المظال. المظال جايه من الخيمه، تمام. فعيد المظال ده برضو من الاعياد اللي كانوا لازم يروحوا فيها اليهود يحضروه فين؟ في اورشليم في الهيكل تحت. العيد المظال ده بيجي في شهر 10، وتقريبا يعني هو مش محدد مش عارفه، بس تقريبا بيقولوا ان هو في 6 اكتوبر، عشان كده احنا حرب 6 اكتوبر عرفنا نكسبهم، لان هما كانوا اياميها مشغولين في العيد واخدين اجازات. عيد المظال بتاعهم بازالوا بيحتفلوا بكل اعيادهم لغايه دلوقتي، فعشان كده عيد المظال ده معروف ان هو في شهر 10. فيبتدي السيد المسيح ينتقل بقى الانتقال النهائي من الجليل. بس قبل ما ينتقل يعمل ايه؟ يبتدي بقى يكون ال70 رسول ويبعتهم، يعني ال70 رسول يرسلهم ويقول لهم ابعتوا تعليم ال70 وارسلهم. يبقى اول مره نسمع ان السيد المسيح كون 70 رسول، دعا 70 رسول من كان الناس اللي بتتبعه واستمروا معاه بعد ما فنطهم ايام خطاب خبز الحياه. بعد كده قال لهم اسبقوني بشروا تحت في بيريا وفي اليهوديه وانا نازل لكم. في اليوم عيد المظال ده، طب انتوا هتقولوا لي مش هو قلقان من اليهود؟ فعلا. وانا فاكرين لو انا قلت لكم ان السيد المسيح لما هينتقل ويروح السامره مش هينتقل السامره الا 3 مرات بس في الكتاب المقدس، وقلت لكم المرات دي لما هتيجي هقول لكم. اول مره كانت فين؟ في السامريه. خلاص غير كده اي وقت يقول السيد المسيح صعد الى اورشليم او نزل ذهب الى اورشليم، يبقى عدى ازاي؟ عدى بالطريق اللي احنا متعرف عليه من خلال من جنب نهر الاردن، وعدى من بيريه ووصل هنا. طب في الوقت ده بقى في عيد المظال، عيد المظال ده بيحتفلوا بيه 8 ايام. يقولوا كده التلاميذ قالوا طب يلا بينا نروح، قال لهم لا اذهبوا انتوا سبقوني، انا وقتي لم يحضر بعد. وقتي لم يحضر بعد يعني انا مش رايح دلوقتي. امال هتروح امتى يا رب؟ اسبقوني بس اسبقوني. فلما هما سبقوه هو عايز يظهر في منتصف العيد. ليه يا رب عايز يظهر في منتصف العيد؟ هيستنى لما يبقى تحصل زحمه والناس كلها تتجمع عشان اليهود ما يقبضوش عليه، لانهم كانوا يخشوا ان ايه؟ لئلا يحدث شغب في الشعب. اليهود رؤساء اليهود كانوا خايفين يقبضوا على المسيح في وسط التجمع عشان ما يحدثش شغب في الشعب، لان الشعب كان بيحبه جدا. شعب واحد بيعمل لهم معجزات بيعلمهم تعاليم جميله هيكرهوه؟ بالعكس كانوا شايفين فيه اللي هو اللي هينقذهم من اللي هم فيه. ففعلا السيد المسيح في الوقت ده بعت الاول التلاميذ وقال لهم انا مش هظهر دلوقتي، انا وقتي لم يحضر بعد. وفي الوقت ده نلاقي السيد المسيح هينتقل ويعبر السامره. يبقى هيعبر السامره عشان يختصر الوقت ويظهر لهم هنا في رابع يوم في العيد. قال لك كده وظهر في منتصف العيد. امتى منتصف العيد؟ اللي هو اليوم الرابع. هما 8 ايام، يبقى ظهر في اليوم الرابع في العيد. فعشان يلحقهم مش هينفع بقى يمشي الطريق العادي، لا اختصر ومشى من السامره. هنا الكتاب المقدس يقول ان هو عدى من السامره
واثناء ما هو بيعدي من السامره في مدينه رفضته، ام يوحنا ويعقوب ابني الرعد، عشان كده اطلق عليهم ابني الرعد، قالوا له ايه ده انت هتسكت لهم يا رب؟ نزل نار من السماء تحرقهم عشان رفضوا المسيح. قال لهم لا استنوا اهدوا، انا جاي انا لا اتي لاهلك بل ايه لاخلص. انتوا لسه ما خدتوش زي ما قلت لكم، ما خدوش ايه ملح النعمه اللي هو الروح القدس، ان هم ما تملحوش لسه بالروح القدس فاللي هو يهديهم. لا هم كانوا سايرين ازاي يرفضوا المسيح، نزل نار زي ما ايليا قبل كده نزل نار وحرقهم. قال لهم لا انا ما جيتش لاهلك حد، واترفض من اهل السامره. اكيد طبعا هتقولوا لي الله هو مش سخار امنه فاكيد مدينه تانية، بس الكتاب المقدس ما ذكرهاش مدينه غير سخار اللي هو راح مع فيها قبل فيها المراه السامريه. فاهمين؟ يبقى عشان ما حدش يعني يسال السؤال ده يقول لي مش هو امنه، لا مدينه تانية غيرها طبعا عدى من السامره وظهر في منتصف العيد في يوم ايه؟ في عيد المظال. فعلا ظهر لهم في منتصف العيد، وطبعا ما هيفضل بقى طبعا طالما احنا متعودين اهو بصوا السيد المسيح اهو ذهب انتقل من الجليل الى اليهوديه، والانتقال النهائي من الجليل ورفضه في السامره، يبقى عبر السامره، يبقى ده تاني عبور للسيد المسيح. فين؟ في السامره. احفظوا ثلاث مرات عبر السامره، اول مره السامريه، المره دي اهو في السنه الثالثه وهو بينتقل الانتقال النهائي من الجليل الى اليهوديه. ويجي السيد المسيح هنا يبتدي يحضر اهو عيد المظال من الجليل اليهوديه، وتعليم السبعين رسول بقى يعني يرجعوا له، هيرجعوا له دلوقتي بعد كده اهو انتقل السيد المسيح يحضر عيد المظال. وفي عيد المظال طبعا يحصل محادثه كبيره بينه وبين اليهود ورؤساء اليهود اللي هي في انجيل معلمنا يوحنا، ويرد عليهم يقول لهم ان انا والاب واحد وان ما زال ابي يعمل، لدرجه ان هم كانوا عايزين يرجموه بس السيد المسيح عدى من وسطهم وما حصلوش اي حاجه. طبعا هم ما زالوا في ايام العيد، وهم في ايام العيد المباحثه مع اليهود اثناء العيد يحصل ان في طقس من الطقوس اللي هم بيعملوها عشان يفتكروا الصخره اللي كانت انبعها ربنا في لموسى في البريه، ففي طقس بيعملوه ان هو يملوا ميه ويغسلوا بيها الهيكل، مش الهيكل نفسه اللي هو مسبح النحاس اللي هو بيذبحوا عليه فبيغسلوه. فربنا السيد المسيح وهو حاضر معاهم طقوس العيد دوت اتخذ الموقف دوت وقال لهم ايه انتوا لسه محتاجين لميه الشرب، انا هو ايه؟ انا هو الماء، ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. يعني بصوا ربنا بيستغل ان هما الموقف دوت بيقول لهم انتوا لسه هتشربوا من ميه الصخره، ده انا هو الماء الحي اللي يجي علي اللي يجي ليا ايه من يعطش مره ثانيه. ويبتدي طبعا يكلموا عن ان هو الصخره الحقيقيه اللي بينبع الماء. وفي نفس وفي اخر يوم في ايام العيد يعملوا ايه؟ بصوا اليهود دولت اخر يوم في ايام العيد يقولوا يجيبوا ايه بقى؟ برضو عايزين يتصيدوا للمسيح اي خطا يشوفوا هيعمل ايه؟ ايه رايك؟ اخر يوم في ايام العيد جابوا له بقى المراه التي امسكت في ذات الفعل، ايه رايك بقى هتعمل فيها ايه؟ اهي مراه امسكت في ذات الفعل، ايه رايك؟ الوصايا بتقول ان هي تقتل، ان الميزانيه دي، طب بس الوصايا بتقول انها تقتل المراه فقط ولا المراه والرجل؟ لا هم اللي قدروا عليها جابوها السبت، وان هي ان هو يلا المفروض نرجمها. فطبعا السيد المسيح بحكمته فاهم ان هم بيختبروه، يقوم يقعد يكتب على الارض، حتى الاباء بيقولوا ان هو تقريبا كان بيكتب خطاياهم، وقال لهم ايه بقى من منكم بلا خطيه فليرمها ايه بحجر. يعني بلاش كده، يعني بلاش احنا ايه الستر بيعلمنا برضو الستر على الخطايا، انت هتبقى خادم فاستر على مخدومينك، استر على الخطيه. الستر بيعلمنا برضو الستر، ومع ذلك والسيد المسيح لم يدنها ولم يشجعها. قال لها برضو ايه اذهبي لا تخطئي ولا تعودي انا ولا انا ادينك، يعني المسيح الديان العادل سامحها وقال لها ولا انا ادينك اذهبي ولكن لا تعودي تخطئي مره اخرى. وقال لهم اللي من غير خطيه يرميها، كلهم انسحبوا ايه ومشوا. حتى الاباء يقولوا كده مقوله جميله، من كان بلا خطيه فليدن اخاه اولا. لو انت حاسس ان انت من غير خطيه ادين اخوك، بس المفروض ان انت خليك انت في خطيتك، مالكش دعوه بغيرك، مالكش دعوه بغيرك. عشان كده ما بنيجي نعترف، يا ريت ما نيجي نعترف تتكلم عن نفسك، مش اللي حصل وايه اللي سبب، ايه اللي خلاك تتنرفز وايه اللي خلاك يا سيدي قول ان انا اخطيت. خلاص اللي ما تقعدش تحكي عن خطايا غيرك، قول انت ان انت اخطيت. بعد كده السيد المسيح بقى لما لقى الجو ملتهب، قلنا بحكمه المسيح يعمل ايه؟ متعودين عليه ايه؟ ينسحب، يبعد شويه عن المكان، الجو ملتهب واليهود مش طايقينه ولسه احرجهم وكتب خطاياهم على الارض قد يكون يعني، وعمل معاهم كده. طبعا هم مش عايزين يقبضوا على المسيح، فيقول المسيح يعمل ايه لسه؟ ده احنا في الكلام ده في شهر 10،
في عيد المظال قلنا في شهر 10، احنا كده بنقرب اهو ماشي. فشهر هيقوم السيد المسيح ينسحب ويرحل مؤقتا عن اورشليم، يرحل السيد المسيح عن اورشليم مؤقتا ويذهب الى تحت لليهوديه، يعني ينزل في اي مكان في اليهوديه، يمشي في اليهوديه يرحل مؤقتا عن اورشليم والسبعون يعودون اليه، السبعين رسول اللي هو كان بعتهم يرجعوا له ويبشروا يقولوا له ده احنا باسمك اخرجنا شياطين يا رب وعملنا وعملنا، قال لهم ايه؟ ما تفرحوش وتتهللوا ان انتوا عملتوا كده، دي موهبه ربنا اداها لكم واشكروها عليها وافرحوا اكتر ان انتوا اسمكم كتب في ملكوت السماوات. وبعد كده السيد المسيح ينتقل بقى الى زي ما هنشوف كده، ويديهم هنا مثل السامري الصالح لما قال لهم عن المحبه العمليه، ان احنا نحب كل الناس، وما تحب تعمل خير او عطيه اعملها مع اي حد، اي حد طلب منك خير او عطيه اديله، ولا تحيز دين ولا شعب، ولا في تحيز في دين ولا شعب. هو هنا قال له او كان بيفهمهم ان واحد سامري صالح هو اللي يساعد اليهودي، ومعاه مع ان في رئيس كهنة عدى وما ساعدوش، ده كان مثل. بعد كده السيد المسيح بقى يبتدي يتنقل من اليهوديه ويروح بيت عينيا. بيت عينيا بقى دي اللي هي هنلاقيها على طول معانا في اسبوع الالام. بيت عينيا ده بقى عند مين بقى؟ عند مكان حبيبه لعازر حبيبه، البيت اللي كان بيرتاح دايما فيه يسوع اللي هو لعازر حبيبه في بيت مريم ومرسى. ولما قال لمرسى، لما كانت مريم قاعده تحت رجلين المسيح وقال لمرسى الحاجه الى واحد، يعني حلو ان انت تخدم وتهتم بترتيبات الخدمه، بس ما تنساش ان انت نفسك وسطها وتبقى الحاجه الى واحد اللي هو المسيح، لازم تقعد تحت رجلين المسيح وتتمتع بيه، ما تنساش نفسك يعني في الخدمه. بعد كده يبتدي السيد المسيح يقرب شهر 12. طب شهر 12 ده فيه ايه تصوني؟ فيه عيد اسمه عيد التجديد. ايه عيد التجديد ده بقى؟ عيد التجديد ده بقى ما كانش من الوصايا زمان ولا كان من ايام موسى، امال ايه عيد التجديد ده؟ حد يعرف عنه حاجه؟ ايوه برافو عليكي، لا برافو عجبتيني. اسمك ايه؟ ليدورا؟ إلينورا. برافو يا إلينورا، عشان ما حدش بيجيبها. ده تبع يهوذا المكابي. يهوذا المكابي ايه قصتهم دولت؟ دولت ان الهيكل ايام اليونانيين بعد ما اتهد وانطيخوس ابيفانوس دخل وهده، بعد كده جم المكابيين. لو هتروحوا تقروا سفر المكابيين من اروع الاسفار، جميل جدا بيحكي التاريخ ده، ان عيله المكابيين دولت على راسهم يهوذا المكابي عمل ايه؟ جدد الهيكل وظبطه وبداوا تاني يصلوا فيه. السيد المسيح جه على، يعني عشان كده بناكد لنا ده، بياكد احد الاسباب اللي بتاكد صحه الاسفار القانونيه الثانيه، عشان برضو اللي هما دي من احد الاسباب اللي بتاكد ان المسيح اهو حضر عيد التجديد، يعني كان موجود معترف بيه ومعترف ان تم تجديد الهيكل، وتم تجديد الهيكل ده تقريبا في منتصف شهر 12، يقول لك كده في منتصف ديسمبر، يعني شهر 12، يعني احنا كده وصلنا لشهر ايه؟ وصلنا لشهر ايه؟ شهر 12، في منتصف شهر ديسمبر حصل عيد التجديد، والسيد المسيح يروح يحضر عيد التجديد برضو في اورشليم اهو زي ما انتم شايفين. هنا يعلم تلاميذه الصلاه. هو المولود اعمى بعد عيد التجديد، يبقى استنوا انا ارجع الاول. لا يبقى استنوا بقى، المولود اعمى الاول، يبقى يسوع يعلم تلاميذه الصلاه، يبقى هنا احد السيد المسيح هنا لما طلبوا منه، يبقى خلينا بالترتيب، يبقى انا لسه ما وصلناش شهر 12. يسوع يعلم تلاميذه الصلاه برضو في اليهوديه لما طلبوا قالوا له علمنا الصلاه زي يوحنا المعمدان، فعلمهم تقولوا ايه في الصلاه؟ ابانا الذي. بعد كده شفاء المولود اعمى، هو المفروض شفاء المولود اعمى في عيد التجديد، يعني هو راح حضر عيد التجديد ونزع اليهود له وحاولوا يرجموه، السيد المسيح برضو اتكلم معاهم كتير. وبعد كده يبتدي شفاء المولود اعمى، وطبعا معجزه المولود اعمى دي كل ما بنقرب من الصلب ومن احداث الصلب، احنا في شهر 12 فتحصل معجزه جامده، معجزه المولود اعمى دي من المعجزات القويه جدا. ايه اللي حصل فيها؟ يقول لك منذ الظهر لم يسمع ان احد فتح عين مولود ايه؟ اعمى. فطبعا معجزه كبيره جدا، والسيد المسيح يديهم هنا مثل الراعي الصالح، شبه نفسه بان هو الراعي، لان دوت المهنه الوحيده اللي كان يعرفها اليهود اللي هي مهنه الراعي.
حتى أبائهم اللي هو إبراهيم وإسحاق كلهم كانوا برضو بيمتهنوا مهنة الرعي، وداود الملك بتاعهم كان بيمتهن مهنة الرعي. ويجي بقى هو عيد التجديد، يبقى معلش يبقى الأول عملنا قصة المولود أعمى ومعجزة المولود أعمى وداهم مثل الرعي الصالح، وأثناء ده كله في أورشليم وهو في الهيكل، ده أثناء حضوره في عيد التجديد، يبقى الكلام ده حصل أثناء حضوره في عيد التجديد، يبقى ده كله في شهر 12. ومنازعة اليهود ليسوع، أنا قلت لكم كل عيد كان بيحضروا السيد المسيح بيحصل محاورة جامدة بينه وبين مين؟ وبين رؤساء الهيكل. بعد كده يبتدي السيد المسيح بقى بعد المشاحنة الأخيرة مع اليهود دي، وقلنا معجزة المولود أعمى، يبتدي ينتقل ويروح فين؟ بيرية. الجزء الجاي ده كله هيوضح لي خدمة السيد المسيح في بيرية. بيرية دي مين اللي كان بيخدم فيها زمان؟ يوحنا المعمدان. برافو، يوحنا المعمدان كان دي منطقه خدمته. فتلاقي المنطقه دي مستنيره شويه، يعني يبتدوا يسالوه اسئله حلوه ويتعمقوا معاه في اسئله، فالخدمه يعني الناس هناك كانوا مستنيرين شويه. فالسيد المسيح لما راح هيفضل في المنطقه دي يهدي بقى، يهدي الدنيا اللي هو شهر واحد واثنين وثلاثه الى ما ياتي عيد الفصح اللي هو في اربعه، ونتقابل بقى في الفصح ايه الرابع. يبقى هو تقريبا مش هيدخل اورشليم الا لما يقرب منها، يعني يقول لك ايه ذهب الى اورشليم، ذهب اورشليم ما وصلهاش، يقف عند جبل الزيتون ويقعد يعني يبص لها. لما هنيجي مثلا نوصل في جزء يقول لك ويناجي اورشليم، هو ما دخلش اورشليم، هو بيناجيها من بره، يقف من بره ويناجي اورشليم من عند جبل الزيتون كده. قلت لكم جبل الزيتون هو اورشليم زي جبل المقطم كده ومصر القديمه، يعني واقف جنبها، يعني ما فيش 2 كيلو كده، حاجه بسيطه. اديتكم مثل قريب يعني للي فاهم في القاهره مثلا. بعد كده بقى او بشفاء المراه المنحنيه في السبت، يرجع تاني السيد المسيح اثناء ما هو في بيريه، يبتدي يخدم فين؟ في المجمع. والمجمع ده من بيتجمع يوم ايه؟ يوم سبت، بيتجمعوا للصلاه يوم السبت اللي هو يوم الرب في المجمع. يبتدي السيد المسيح اثناء ما هو موجود هناك، اهو شفاء المراه المنحنيه في السبت ده يوم في المجمع، يبتدي اهو السيد المسيح بص يسافر نحو اورشليم، نحو، ويتحدث عن الدخول الى ملكوت الله. هو مش هيدخل اورشليم، هو كاتب لك اورشليم بس هو بيسافر، قلنا زي ما انا قلت لكم كده ما بيدخلش اورشليم، بيفضل من بره ويناجي اورشليم. وهنا بيناجي اورشليم وينعي سوء تصرفاتها، دي للمره الاولى، هينعيها 3 مرات. بعد كده يرجع تاني البرية، يسوع يتعشى مع الفريسي. بيقولوا ان الفريسي دوت قد يكون هو احد رؤساء الكهنه المجامع هناك، وهو دعاه في البيت عنده، وهو بيتعشى معاها السيد المسيح يلاقي واحد مستسقي. مستسقي ده مرض اللي هو المرض اللي بيحتجز الماء الجسم فيه فبيورم كده، ده مرض حاليا يعني موجود اللي هو احتجاز الماء في الجسم. فدوت السيد المسيح شفاه برضو يوم سبت، كان عايز يعلمهم ان ايه الشفاء دي، مش ده مش عمل، ده عمل رحمه زي ما هتشوفوا كده لما يشفي المراه المنحنيه ويقول لهم. بعد كده يسوع لما لقى الفريسيين بيتخانقوا وهم في الوليمه مين يقعد قدام ويبقى في الاول، قال لهم مثل الوليمه العظيمه على المتكئ الاول، ان المفروض ان ما نجريش عن المتكئ الاول. بعد كده يديهم التلمذه الحقيقيه وثمن التبعيه، برضو تعاليم مستمره، تعليم للتلاميذ وتعليم للناس المتابعين له. مثل الخروف الضال، خلي بالكم بقى الفتره دي فتره خلاص، فتره توبه، خلاص الوقت قرب. انا في شهر واحد واثنين وثلاثة ايا كان الوقت ساعتها، واحد او اثنين او ثلاثة في الوقت ده، يعني بعد خلاص شهور ودخول الفصح الرابع اللي هو السيد المسيح هيصلب فيه. فخلاص بيديهم امثلة للتوبة، فوقه مثل الابن الضال، مثل الدلهم المفقود، هكذا اللي هو اصحاح لوقا 15، كله امثلة عن التوبة. بعد كده مثل وكيل الظلم مازال اهو بيكلمهم عن امثلة التوبة. تعليم وصايا بشان الطلاق، واحد يطلع يقول له طب الطلاق، انا قلت هناك كانوا مستنيرين، طب موسى كان بيدي طلاق قال لهم ده من اجل خلاصة قربكم، لكن المفروض ان منذ البدء ايه خلقكم ذكر وانثى، فانتم المفروض زوج وزوجه ما ينفصلوش يعني. فاداهم على وصايا بشان الطلاق. توبيخ الفريسيين ثالث مره، يبقى خدنا توبيخ الفريسيين مرتين على تجديفهم على المسيح، بعد كده تفسيرهم الخاطئ للتقليد، ثالث مره على محبتهم للمال. واداهم مثل الغني ولعازر، ده مثل جميل جدا لما شبه لهم قد ايه محبه المال بتوصل اخرتها لايه؟ الغني اللي هو دخل الجحيم. بعد كده يسوع يعلم تلاميذه عن الغفران والايمان، كل دي التعليم دي فين يا اولاد؟ في بيريه. كل ده في بيريه، ما زال هو السيد المسيح بيعلم، يجيب الفريسيين عن مجيء ملكوت الله، وبعد كده ياخد تلاميذه لانفراد ويجيبه ويكلمهم عن المجيء الثاني. خلي بالكم المسيح ما كانش يتكلم عن علامات المجيء الثانية الا مع تلاميذه بس،
على انفراد عشان هما اللي يستحقوا ان هو يعرفوا علامات المجيء التاني. مثل الأرمرة وقاضي الظلم وبيعلمهم اللجاجة في الصلاة قد ايه ان لجاجة المرأة خلت قاضي الظلم يحكم لأجلها. فانت برضو لو حد ظلمك في الحياة ما قدامكش غير انك تلجأ لمين؟ للقاضي، القاضي العادل الديان، وتصلي له هو اللي هيحكم. مثل الفريسي والعشار قدهم أمثلة كتير، يسوع يبارك الصغار، وهكذا. الشاب الغني، الشاب الغني ده يقال ان هو احد رؤساء المجامع، وكان السيد المسيح مدحه وقال ان هو كان ايه فاضل له جزء على الملكوت، لكن للاسف محبته للمال غلبته. بنسميه هنا الشاب الجاهل. في واحد شاب غني برضه بس قصير كده هيبقى شاطر، مين؟ زكا. لكن ده شاب جاهل ما استفادش بالفرصه بلقائه مع المسيح، وللاسف ما قدرش يغلب محبته للمسيح ولقائه مع المسيح على محبته للمال. وهنا ربنا بيقول لنا عايز يعلمنا مش محبه المال نفسها، يعني هو مش غلط ان يبقى معاك فلوس، الفلوس وسيله تعيش بيها لكن مش هي الغرض، مش هي الهدف، مش هي الهدف ان انت تبقى تفضل تحوش وعمال تكنز في الارض على فلوس او محبه المال. هو هنا بيتكلم دايما السيد المسيح على محبه المال. بعد كده مثل الكرمه والكرامين، كل دوت يا جماعه في اخر 3 شهور كلها تلاقيها عن التوبه، عن التوبه وامثله عن التوبه. هنا بقى السيد المسيح الجزء الثالث مره يذكر هنا ويدخل السامره. امتى؟ خلاص في الاخر، كان خلاص فاضل له ايام على اسبوع الالام، يعني فاضل له احنا في الاسابيع الاخيره. ايه اللي حصل؟ كان بيتمشى فتمشى ودخل السامره فلقى مين؟ 10 عندهم برص شفاهم، كان من ضمنهم واحد سامري اللي هو رجع وشكر السيد المسيح. يبقى دي المره الثالثه اللي يذكر فيها الكتاب المقدس ان هو يدخل السامره. يبقى ايام ايه؟ سامريه. وتاني مره الانتقال النهائي من الجليل وهو بيعبر منها، تفتكروها بالحادثه بتاعت يعقوب ويوحنا لما طلبوا منه يحرق لما المدينه رفضته. وتالت مره اهو لما شفى العشر. ليه دايما ليه بنقول في دخل في ماشي في الصحراء؟ ان قلنا قلت لكم قبل كده مرض البرص كانوا بيخلوهم يعيشوا في الصحراء مش في قلب المدينه عشان ده مرض معدي. فهو بيتمشى في الصحراء هناك راح شفاهم يعني في البريه، يعني ما كانش في مدينه معينه، فهمتوا؟ بعد كده بيت عينيا واقامه لعازر. هنا بقى كل ما نقرب من احداث الصلب خلاص قربنا اهو، يحصل ايه؟ معجزه قويه ومدويه، وتحصل معجزه اقامه لعازر. تقول لي ايه ده؟ يعني احنا وصلنا سبت العازر؟ احنا وصلنا سبت العازر؟ ها؟ لا، اقامه العازر مش يوم سبت العازر. سبت العازر ده احنا بنحتفل بيه، هنحتفل فيه باقامه العازر، لكن مش هو اليوم اللي تم فيه اقامه العازر. امال امتى تم اقامه العازر يا رب؟ قبل اسبوع الالام. امتى؟ مش محدش عارف الميعاد، قبليها باسابيع بشهر بقى قد يكون. ليه بقى؟ ليه بنستند في اقوالنا كده؟ لان لما السيد المسيح اقام العازر حصلت بلبله جامده جدا بين اليهود، واليهود انقسموا لفريقين، فريق اللي هم رؤساء الكهنه، ومن ساعتها تجمعوا مع بعض زي ما انتوا هتشوفوا كده. بيقول لك ايه بعد اقامه العازر؟ لا، قبل ما يخبر بموت، يعني اثناء الفتره دي الفريسيين رؤساء الكهنه اتجمعوا وقعدوا بقى يقولوا احنا ايه؟ احنا هنسكت ازاي على الموضوع ده؟ ده الناس دلوقتي اتقسموا فريقين، فريق اليهود الناس البسطاء اللي نفسهم يشوفوا العازر اللي قام من الاموات، ونفسهم يشوفوا المسيح اللي قومه، وجزء تاني اللي هم رؤساء الكهنه نفسهم يمسكوا المسيح يموتوه ويموتوا العازر اللي هو الاداه اللي قامت. يعني انت ما هو ده واحد اداه حيه على قد ايه دي معجزه قويه حصلت، فكانوا عايزين يقتلوا العازر كمان. يبقى رؤساء الكهنه مش يقتلوا المسيح وبس، ده كانوا عايزين يقتلوا العازر عشان ده اداه حيه الناس كلها ما بتشوفه بتمجد المسيح. فحصل فريقين من اليهود. يقوم السيد المسيح طبعا من حكمته ان هو يبعد شويه من بيت عنيا ويروح تاني بريه، ويحاول للمره الثالثه يكلم تلاميذه ويقول لهم خليكم فاكرين انا هموت وهيتصلب وهقعد في القبر 3 ايام وما تخافوش هقوم الاموات، بس برضه هم ما افتكروش اي حاجه. بعد كده الصعود الى اورشليم وطلب ام يوحنا ويعقوب، طلبت منه ان هو واحد يجلس من اولادها عن يمينه، وقال لها ما انتش عارفه اللي انت بتقوليه ده لازم ايه يعني يشيلوا اللي انا شيلته. قالت له يشيلوه. فيعني كانت واحده بتطلب من اولادها، يعني عايزه اولادها يبقوا حاجه كبيره في الكنيسه. يبتدي السيد المسيح يعلمهم ان انت ما تطلبش مجد جوه الكنيسه، انت عايز تبقى سيد الكل تبقى خادم الكل. يعني المجد في الكنيسه ما يجيش بالعظمه ان انت تبقى فوق الكل او المكان، انت تبقى ايه؟ هتبقى خادم للكل عشان تبقى سيدهم.
فبعد كده يبتدي السيد المسيح يوصل لأريحة وشفاء العميين بقرب أريحة. الأعميين دي قصة ذكرها متى، متى قال إن هم أعميين، أما معلمنا مرقص ومعلمنا لوقا ذكر إن هو أعمى واحد، ومعلمنا مرقص حدد اسمه بالتحديد وقال إن اسمه بارتيماوس الأعمى. القصة واحدة مفيش أي تخالف، قلت لكم الإنجيل مفيش قصة مخالفة لبعض أو ضد لبعض، لكن بيكملوا بعض. طب امال ايه بقى يعني ايه؟ يعني ان كانوا هما اتنين اعميين المسيح شفاهم، بس في واحد متقدم في الكلام، واضح ان بارتيموس ده الاعمى كان متقدم في الكلام، وهو اللي قاعد يزن، هو اللي قاعد يقول له وصلنا يا ابن داوود انا عايزه يعني اشفيني، هو اللي قاعد يلح. فعشان هو اللي بيتكلم معلمنا مرقص ومعلمنا لوقا قالوا واحد، لكن هما كانوا اتنين. تمام؟ يعني القصه ما تنفيش مش ان هما مضادين لبعض. وفعلا في أريحة السيد المسيح يتم الشفاء الأعمى، وكمان يتم آخر مقابلة للسيد المسيح، وهي ده كان خلاص وهو في طريقه الأورشليمي عدي على أريحة، ومقابلة جميلة قوي مع زكا. أنا عايزة أقول كمان في إقامة لعازر عشان تبقى أنتوا ردوكوا جاهز على الناس، طب إحنا جبتوا منين؟ هي ممكن تكون مش مكتوبة هنا. ليه إقامة لعازر بنقول إن هي مش يوم سبت لعازر؟ لأن من يوم سبت لعازر في الكتاب المقدس دي أحداث متتالية، احداث متتاليه يعني احداث ماشيه ورا بعض على طول، ما فيش يوم راحه. سبت العازر، حد الشعنين، وكلها احداث واضحه وصريحه هنتكلم فيها المره الجايه. لكن بعد اقامه العازر يقول لك كده السيد المسيح اعتزل في قريه اسمها قريه افرايم. اعتزل في قريه افرايم، واقول لكم الشاهد بتاعها بالظبط عشان تقدروا تردوا على اي حد. اعتزاله في قريه افرايم، فين الشاهد؟ هجيبها لكم وهي مكتوبه عندي. اعتزاله في قريه افرايم، دي قريه موجوده في اليهوديه تحت، السيد المسيح قعد فيها فتره الى ما يتم الهدوء، يعني يتم ان اليهود يهدوا وينسوا شويه الموضوع، وبعد كده السيد المسيح رجع تاني الى اورشليم. زي قلت لكم من عاده المسيح ان هو كان يترك ويمشي ويسيب المكان لما يكون محتقر. في يوحنا 11، يوحنا 11 54 57 يقول هناك اعتزاله في قريه افرايم. يوحنا 11 من 54 ل 57. هنا السيد المسيح اعتزل في قريه افرايم لمده، يعني قعد ممكن اسبوع اسبوعين ايا كان، زي ما قلت لكم مش محددين الوقت. لكن بقى يوم السبت العازر ده كان احتفاليه اقامه العازر، زي ما يكون حد عندك كده تعبان في مستشفى وخف وطلع وبتعمل له حفله، مش لازم يوم ما خرج بالظبط، ممكن بعديها باسبوع. تمام؟ فيعني مش عشان كان نبقى مدركين ان يوم اقامه العازر ده هو يوم احتفاليه اقامه العازر. والهنا بيكون خلاص السيد المسيح خلص خدمته السنة الثالثة، يسوع وهو مريم تدهن بالطيب، ده كده خلاص سبت العزر، كده هنبتدي سبت العزر وانتهي عند هنا، وتبتدي تنتهي السنة الثالثة من خدمة السيد المسيح. زي ما قلت لكم المرة الجاية لما نتقابل هنقول اسبوع الالم لانه لوحده. اتمنى بقى تكونوا كلكم حاضرين، ويعني الحاضر يعلم الغايب، لان دي مهمة قوي، هتنبسطوا جدا، هتحسوا باسبوع الالام ده ان انتوا ماشيين مع المسيح، فنمشي معاه. الاحداث غير القراءات، لازم اوضح، احنا هنشرح احداث السيد المسيح اللي حصل غير القراءات اللي بنقراها في الكنيسه. القراءات احنا عندنا في الكنيسه في اسبوع الالم قراءات الساعه الاولى والثالثه والسادسه، فدي قراءات كتيره، ممكن نجيب قراءات تناسب الحدث، لكن ايه هو الحدث بالظبط لازم نكون عارفينه. تمام؟ اشكركم. حد عنده اي سؤال؟ ازيك؟ انت ازيك؟ تعبتوا؟ لا شكرا، مفيش حد متوقف البتاع دي.